كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. بالنسبة لنا احنا اليوم سيفري فوزنا، سيفري حققنا ثلاث نقاط، سيفري كيف كيف معناتها فوزنا بالدربي. بالنسبة لنا احنا مازلنا ما معنا حتى شيء، الدربي وحال الدربي شوفنا اليوم نادي الفريق ما قدمش مقابلة كبيرة، مي قلق نسوتنا دونك ميريت للدربي كل، يمكن احنا اليوم فوزنا بالدربي مستحقيناه 100%. كسرة الدربي مي ربحت برشا جوغات صغار بالحق، معناتها اكثر حاجه ربحتها النادي الافريقي كي عنده 3-4 شواريات بالحق، عنده مستقبل كبير في النادي الافريقي. كل يوم كل يوم عندنا ستريس، كل يوم عندنا بارتي، كل يوم ستريس للانترينمون، دونك معناتها مكتوب لك في التراجي ما تفرحش برشا ما تحزنش برشا. اليوم فوزنا مع بارتي من غدوه ان شاء الله، حاضر مقابله الشامبيونز ليغ بالنسبه لنا احنا اللي بليز امبورتون توا، اللي باش نحاولوا ان شاء الله قدرت ربي نتويو صفحه الشامبيونز ليغ بالكاليفيكاسيون ان شاء الله. طب الوطني غير 3 القرعه نتاع كاس العالم، تشوف الفرحه هذيا وشنية معناتها هيك منتخب بالنسبة لك؟ ان شاء الله ان شاء الله عندنا مجموعة طيبة، عندنا حضورنا دونك ما فماش علاش معناتها باش ما نكونوش متواجدين في كأس العالم، دونك نمشيو بالمرحلة بالمرحلة بالمقابلة بالمقابلة وان شاء الله منتخب تونسي نشوفوا في كأس العالم. القرعة شكون تحب تجي مع تونس؟ اللي يجي مبروك، مش نقولوا شكون باش يجي تروحوا ما تقولوا. والله الحمد لله شي بورتال تاعنا اللي فرحناهم اليوم، والحمد لله عرفنا كيف نجيريو المقابله. اللي الديربي كما على بالك ما يكونش ساهل، ما تقدرش تدخل ماكري احنا في سلسله تاع انتصارات، والحمد لله اليوم عرفنا كيف نجيريو الماتش تاعنا، فرحنا الديربي هذا ان شاء الله مازال في القدام. العبار معنا ما تدخلش تادي 2-0 تخطو الماتش، معنا تجي بعدها بلاريتي في كفوياج تدخل الكره. الحمد لله يظهر لي كنا خير من الادفيرسير على كل المستويات. اليوم انا 90 دقيقة واللعبة عندنا ونستحقوا 3 بوان. هذاك هو معناها الديسكور نتاع معين في الفيسير في الميتون وقت اللي عدلوا في اخر الميتون، شنو الديسكور نتاعو؟ شنو التوصيات؟ لا انا كملوا العبوا بنفس الروح بنفس الاجريسيفيتي، معناها يربح الديويل سيرتو الدوزيام بال، معناها اخطر ما فما في الكرة هي الدوزيام بال، تحاولوا تروحوها خاطر يلعبوا على الكرة طويلة على الاتاكون الافريكان نتاعهم وحاولوا يخلطوا. هذاك اللي صار، معنا ربحنا وسط الميدان، ربحنا بريسك يعني استحفظنا على الكره، البوسيون دلابال كله كان عندنا نحن. هذاك هو معنا مزيده، معنا يظهر لي غياب جيكس نتاعهم والفهم يف يظهر لي خلانا اليوم نربح الماتش نتاعنا. الروندمون تاعي هاب الماتشات الاخرانيه ولا كبير برشا، البقعه ولات غاليه سامح، رغم اللي سامح الدربلي زاد قيمه ثابته، ولات مطالب الواحد باش يخدم اكثر البقعه هذه اللي على اليمين. وديما راهو في الاسبيرونس ديما مطالب باش تخدم، وديما مطالب باش تكون حاضر 100%. اليوم سامح جاته بلوسير، معنا ايهاب يلعب ديما معنا سيرتو في النسق نتاع الماتشات اللي جاينا، مستحقين للولاد الكل واللي يلعب. عجبك الروندمون تاع سامح اليوم تاع ايهاب اليوم؟ اكيد ديما عجبني ايهاب، معناها تبارك الله عليه ديما وين يدخل يعطي الاضافه. نحن يظهر لي كيب واحده وجروب واحده واللي يلعب، معنا المهم الاسبيرونس تربح في الاخر. الحمد لله احنا كنا خير من الادفيرسير سوا سير لو بلو فيزيك تكتيك تانيك، وين قال لي زاولنا ما تخلقناش ابليكينا لي كونسيني تاع لو كوتش، والحمد لله قبل ما تلعب الدربي الجزائري كيفاش تلعب الدربي تونس؟ اشوف الدربيات في الموند كامل معروفين، يجيو سخونين يجيو فيهم لي ديال بزاف، واي واحد يحب يربح الدربي. ولا احنا كنا خير من الادفيرسير وي سي فري كاين تفاهم بيني وبين حمد، ونخدمنا على هذا الشيء في لي زونترينمون، وكما تشوف لي ماتش تما كاين ريزلتا سورتو سور البلو اوفونسيف. السؤال الاخير، برشا ناس ما يعرفوش مزيان، انت كنت تعرفه مزيان الجزائري هي المنتخب الجديد للترجي، كنت تحكي لنا عليه؟ طو عبدو مزيان نعطيك دو مو عليه، نقدر نقول لك ديام بلايلي. والله يا زين بلايلي زين بلايلي الخامسة الترجي.